بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة دي الحلقة التانية، بنكمل فيها بقية الفيميل جينيتال سيستم. كنا خدنا الحلقة اللي فاتت اللي هو اليوترس لأنه كان كبير، والنهاردة بنخلص بقية اللي هو الفيميل جينيتال سيستم. دي الليرنينج اوبجكتيفز بتاعت المحاضرة بتاعتنا، ودي الكونتنس، فالوبيان تيوب، الاوفري، الفاجينا، الفالفا. نبتدي بأول حاجة بموضوع اللي هو الاوفري. لو أنا جاي ببص على الاوفري، ده الاوفري يا ولاد، ده الاوفري، السايد بتاعه موجود على السايد وول اوف ذا بلفس. في ديبريشن موجودة اسمها اوفريان فوس. السايد اللي أنا بتكلم عليه ده قبل ما يحصل بريجنسي، بعد ما بيحصل بريجنسي وبيحصل فيلس ديليفري بيبقى البوزيشن بتاع الاوفري فاريبل. لكن في واحده لسه نيلي بارا لسه ما ولدتش ولسه ما حملتش بيبقى موجوده على السايد وول اوف ذا بلفس في ديبريشن which is called اوفريان فاسا. طب الاوفريان فاسا دي ايه الباوندرز بتاعتها؟ In front بلاقي عندنا في vessels اسمها external iliac vessels. يبقى كويس، في عندنا كويس من قدام في عندي vessels اسمها external iliac vessels. من ورا بلاقي في عندي ال internal iliac vessels والureter. يبقى من قدام عندي ال external iliac vessels ومن ورا عندي ال internal iliac vessels والureter. يبقى ده السايت بتاع الاوفريان فوس. هو ادي الاوفري اهو، يبقى من قدام عندي الاكسترنال اليك فيسلز، من ورا عندي اليورتر، اليورتر اهو واضح موجود عندي، وعندي الانترنال اليك فيسلز. طيب الديسكريبشن بتاع الاوفري ايه؟ 3-2-2-2-2. اول عندي تو بوردرز، انتيرير بوردر وبوس posterior border. تاني تو عندي تو ends، upper end و lower end. تالت تو عندي تو surfaces، السيرفيس ده هو medial surface والسيرفيس الاذر سيرفيس اللي مش باين في الصورة يبقى lateral surface. يبقى تو تو تو. اول تو تو ends، upper end بيسموها tubal end. التوبال end دي يا اولاد تبقى ريليتد للفيمبريا بتاعت الفالوبيان تيوب. الصوابع بتاع الفالوبيان تيوب بيطلقوا عليها كلمه فيمبريا اوف فالوبيان تيوب. اتشت ليها ليجامنت اسمه سسبنسوري ليجامنت اوف اوفري، انفانديبل بلفيك ليجامنت. هنشوف صور ليه دلوقتي. هنشوف صور واضحه للانفانديبل بلفيك ليجامنت او سسبنسوري ليجامنت اوف اوفري. يبقى الابر اند ريليتد للفيمبريا بتاعت الفالوبيان تيوب، و attached لي ليجامنت اسمه suspensory ligament of ovary. اللور اند attached لي ليجامنت بيوصل لغايه الكورنيو اوف يوترس. ازاي دي اسمها كورنيو اوف يوترس؟ اسمه ليجامنت اوف اوفري او اوفريان ليجامنت. يبقى الابر اند ريليتد للليجامنت واللور اند ريليتد للليجامنت. عندي تو سيرفيسز، السيرفيس ده اسمه ميديال سيرفيس، مره ثانيه ريليتد للفيمبريا بتاعت الفالوبيان تيوب. يبقى الفيبر بتاع فالوبيان تيوب ريليتد للابر اند بيعمل انكروشمنت على الميديال سيرفيس. اللاترال سيرفيس ريليتد للاوفريان فوسا اللي لسه حالا شرحنا. عندي تو بوردرز، انتيرير بوردر بيبقى اتشد للبرود ليجامنت عن طريق ميزو فاريان، وبرده هنشوف صور حالا للموضوع. وبوستيرير بوردر بيبقى فري. يبقى عندي انتيرير بوردر وعندي البوستيرير بوردر. تعالوا نشوف صور اوضح للمواضيع. ادي الاوفري اهو، الصوره دي او اللقطه دي بتوري لي اللاتر ريليشن اللي هو ريليتد للاوفريان فوسا. يبقى الصوره دي مين اللي جايبينها؟ ابر اند ولور اند موجودين، الابر اند ريليتد للفيمبريا واللور اند اتش ليها الاوفريان ليجامنت. الميديال سيرفيس ريليتد للفيمبريا، اللاترال سيرفيس للسايد وول
of the pelvis, obturator internus. تعالوا نبص على الحتة بتاعت الليجامنت بتاعت الأوفري وفي نفس الوقت نفهم أكثر شوية. أدي الأوفري يا ولاد. البريتونيال فولد ده اللي بشاور عليه اللي أتاتش الأوفري which attaches the ovary للبرود ليجامنت اسمه ميزوفاريام. اسمه إيه؟ ميزوفاريام. أدي لقطة تانية، أدي البرود ليجامنت أهو دي سيكشن طبعًا. وادي الفالوبيان تيوب وتلاقي في اكستنشن موجود عندي اسمه ميزوفاريوم اهو عامل كونكشن بين الاوفري والبوستيريور سيرفيس بتاع البرود ليجامنت. يبقى عندي ادي بريتونيال فورد اسمه ميزوفاريوم. مش تسحب لنا كنا بنقول الانتير بوردر ليتد للميزوفاريوم، ادي الميزوفاريوم اهو يا ولاد. ميزوفاريوم. الو ده. لو بصيت عليه يا اولاد ده ادي البرود ليجامنت، ده اسمه البرود ليجامنت اهو شايفينه؟ وماشي فيه الفالوبيان تيوب، الفالوبيان تيوب موجوده في الميديال فور فيفث بتاع البرود ليجامنت. بعد كده بتعمل باكورد كورس وبتعمل بيرسنج للبرود ليجامنت. الجزء اللي فاضل ده اسمه انفانتيبيلو بلفيك ليجامنت او سسبنسوري ليجامنت اوف افري. يبقى عندنا ادي الفولد ده اسمه ميزوفاريوم. والفولد ده اسمه انفانديبيلو بلفيك ليجامنت. اما الليجامنت الثالث يا اولاد ده بشاور عليه اسمه اوفاريان ليجامنت. ده طالع من اللور بول ووصل لغايه الكورنيو. يبقى من الابر بول كان عندي انفانديبيلو بلفيك ليجامنت او سسبنسور ليجامنت اوف اوفري ومعاه الفيمبريا بتاعت الفالوبيان تيوب. من اللور بول كان موجود عندي اللي هي اوفاريان ليجامنت. اما الميزوفاريوم بيبقى ريليتد للانتيرير بوردر وقلنا البوستيرير بوردر بيبقى فري. يبقى عندنا 3 ليجامنت موجودين. الاقي ادي لقطه ثانيه للاوفري والحته دي اللي هي بتاعت الميزوفاريوم. الانفانديبلو بلفيك ليجامنت يا اولاد والميزوفاريوم the same structures. ايه هو؟ ovarian vessels ومعاها طبعا nerves and so on. يبقى ovarian vessels ومعاها الاوتونوميك بلكسس بتاعتها بتعدي في الامبلوبيلفيك ليجمنت او سسبنسور ليجمنت اوف اوفري وبعدين بتعدي في الميزوفاريوم. يبقى سسبنسور ليجمنت اوف اوفري والميزوفاريوم بيعدي فيها الاوفاريان vessels ونيرفز. اما الاوفاريان ليجمنت يا ولاد ده كان تبع حدوده اسمها جابرناكيولم. ايه الجابرناكيولم ان شورت؟ كلمه جابرناكيولم يعني مرشد جايد. ده فايبروماسكولار ستراكشرز اتاتش للاوفري وبيوصل لغايه الليبيا ماجورا. لما بيحصل ديفلوبمنت بتاع اليوترس السايد وول بتاع اليوترس اللي بيسموها الكورنيو بتعمل فيوجن مع الجابرناكيولم. And it's going to divide the gabernaculum into two parts. Part is the ovarian ligament of the uterus. The part الثاني اسمه round ligament of uterus. أما هو ligament of ovary أو ovarian ligament, the part of gabernaculum. The gabernaculum ده مهمته إن بيعمل dragging للovary وبينزله من the posterior abdominal wall للبيتس. كان الأول الovary كان ابدومينال اورجان. بفضل الجابرناكيولم وصل بعقود في البلبس. ايه البلاد سبلاي؟ اوفريان ارتري ويوتراين ارتري. كلا من الاوفريان ارتري واليوتراين ارتري، الاوفريان arises from abdominal aorta، اليوتراين من الانتير ديفيجن اوف انترنال اريك ارتري. اللي هما بينقسم في نهايته into tubal ovarian branches. يبقى الـ ovary is supplied from two arteries, الovarian artery واليوترين artery. وبرضك الفالوبيان tube is supplied from the arteries, ovarian واليوترين. لأن الـ ovarian واليوترين arteries لما بيوصلوا في نهايتهم بينقسموا into tubal ovarian branches. طبعا الـ ovarian artery بيعمل نيومرس بلكسس. عشان كده لو انا كنت جاي ببص عليه الاقي بدايه
الفين بتبقى بلكسس، بيطلقوا عليه كلمة بامبيني فورم بلكسس. يبقى أول بداية اللي هو ال فينوس درينج بتبقى بلكسس، فينوس بلكسس. ليه؟ لأن الأرتر بيعمل نفس الشيء. الأرتر بيقعد بيعمل نيومرس نتورك، فعلشان أجمع الفينوس درينج برضك بجمعها فروم نيومرس نتورك. بتبقى عندنا أوفريان فينوس بلكسس، الأوفريان فينوس بلكسس بنسميها بامبيني فورم بلكسس، بتتجمع في صورة تو فينز. التو فينز دول في النهاية بيبقى 1. الأوفريان فين اون ذا رايت سايد بيعمل درينج انتو انفير فينا كافا، والأوفريان فين اون ذا ليفت سايد بيعمل درينج انتو ليفت رينال فين. فرق جوهري يا ولاد. أوفريان فين اون ذا رايت سايد درينز انتو اي في سي، اون ذا ليفت سايد درينز انتو ليفت رينال فين. الليمفاتيك درينج بتاعت الفاندس بتاع الفالوبيان تيوب وبتاع الاوفريز كلها رايحه بتصب في البارا وورتك ليمف نود، اصله في الامبريولوجي كان موجود في الابدومين وحصل له دراجينج انتو بيلفيس. فالليمفاتيك درينج بتاع الفاندس اوف يوترس والفالوبيان تيوب والاوفريز كلها بتوصل للبارا وورتك ليمف نود. يبقى ده اول جزء من الفيميل جنتال سيستم اللي هو الاوفري. تاني حاجة اللي هو الفالوبيان تيوب اسمها تاني المشهور يوتراين تيوب اوفي داكت، فالوبيان تيوب او يوتراين تيوب او اوفي داكت. لو انا كنت جاي ببص على اللينث بتاعها الاقيها 4 انشز، وعلشان يا اولاد نحفظها بيقول لك قاعدة هي 4 تو 4 يعني 4 2 4 تلاقي ماتش كورة، يعني البريتس بتاعت اليوترس 2 انشز وعندي 4 inches on the right side 4 inches on the left side. دول الفالوبيان تيوب يبقى 4 2 4 احفظوها كده 4 2 4 4 فالوبيان تيوب 2 ده البريس بتاع اليوترس 4 ثانية فالوبيان تيوب 4 2 4 يعني about 10 سنتيمتر او 4 inches. بيمتد من اول الحتة بتاعت الكورنيو اوف يوترس وبيوصل لغاية الاوفري اللي موجود على السايد وول اوف ذا بلفس، وزي ما اتفقنا ان هو موجود في معظم الكورس بتاعه في اللي هو الانتيريور مارجن بتاع البرود ليجامنت، موجود في الانتيريور مارجن بتاع البرود ليجامنت، وبعدين بيعملوا بيرسينج في النهايه. بيمشي ابورد باكورد لاترالي، الكلام ده بيبقى ماشي موجود في الفالوبين، بيبقى ماشي في البرود ليجامنت، ومره واحده يروح عامل كيرفنج باكورد. يبقى الاول كان ماشي ابورد backward and laterally، upward لفوق شوية، backward لورا شوية، laterally يعني بيتجه ناحية lateral side. الكورس بتاعه upward backward laterally ده كان موجود فين؟ ده كان موجود في الفري، موجود في الانتير بوردر بتاع البرود ليجامنت اللي هو اللي يعتبر يعني الانتير بوردر، او يعني لو احنا متخيلين شوية الابر مارجن بتاع البرود ليجامنت. مرة واحدة بيعمل الكورس بتاعه باكورد، فبيعمل بيرسينج للبرود ليجامنت علشان يوصل لغاية اللي هو الأوفر. يبقى الكورس بتاعه الباكورد التاني، التانية الفظيعة التانية، بيعمل بيرسينج للأبر سيرفيس بتاع البرود ليجامنت عشان يوصل لغاية الأوفر. يبقى ده اللي هو الكورس بتاعه. ايه البارتس بتاعته؟ اول جزء بيبقى موجود يا اولاد جوه اليوترس نفسه، يبقى في عندي في جزء موجود جوه اليوترس نفسه جوه الماسل اوف يوترس، يبقى انترا ميورال بارت. ميورال يعني ماسل، انترا ميورال بارت يعني موجود انسايد الماسلز اوف يوترس، وده تمثل تقريبا ريبريزنتس اباوت 1 سنتيمتر. وبعدين في عندي جزء بيبقى ضيق ازماس، وده is about 3 سنتيمتر، يبقى الجزء الاولاني 1 سنتيمتر، الجزء الثاني 3 سنتيمتر. وده النارويست بارت، ازمس يعني حاجه ضيقه، ازمس يعني نارو بارت بين تو وايد بارتس. فدايما نقول ازمس يعني حته برزخ، حته ضيقه، حته بطيئه. بعدين في عندي جزء واسع بطلق عليه كلمه الامبولا، يبقى عندي ازمس ويبقى عندي الامبولا. امبولا يعني دايلاتيشن، دي about 5 سنتيمتر.
والأمبولة دي مشهورة قوي يا ولاد في الطب، لأن دي site of fertilization of ova. site of fertilization of ova بتحصل فين؟ بتحصل في الأمبولة. يبقى 1 3 5 يبقى intramural inside the muscles of uterus. isthmus دي النارويست بارت. بعدين عندي الأمبولة الموست دايليتد بارت، دايليتد والوول بتاعها بتبقى very thin وبتبقى tortuous. وده سايت اوف فيرتلايزيشن. وهنعرف بعد كده ان هي الكومنست سايت اللي بيحصل فيها اكتوبيك بريجنسي. بعدين الجزء الاخير اسمه انفانديبيلم. والانفانديبيلم يعني معناها اللي هو الأمع. انفانديبيلم لان انت لو بصيتوا عليها هتلاقيها كول لايك استراكشر. انفانديبيلم ده بيطلع منه اللي هي الفيمبريا. والفيمبريا دي يا ولاد بتبقى ريليتد للابر بول والميديا سيرفيس بتاعت الاوفري، بس في واحده بس هي اللي بتنجح بتبقى اتشد للاوفري اسمها اوفريان فيمبريا. يبقى مش كل الفيمبريا بتبقى اتشد للاوفري. الفيمبريا بتبقى ريليتد للابر اند والميديا سيرفيس اوف اوفري، ويبقى فيها 1 بتبقى long enough او large enough انها توصل لغايه الاوفري اللي بطلع عليه كلمه الاوفريان فيمبريا. يبقى دي اللي هي ايه اللي هو البارتس بتاعت الفالوبيان تيوب. البلاس ابلاي زي ما اتفقنا يوتراين واوفريان ارتس. قلنا اليوتراين ده الاوفريان اهو يا اولاد، ده اليوتراين، وزي ما انتم شايفين ان هو at the end of each arteries each artery divides into two branches, tubal branches, ovarian branches. يبقى uterine ovarian artery. وبالتالي ال venous drainage into ovarian vein واليوتراين vein. وزي ما اتفقنا ان ال veins عموما in general بتبتدي في صورة plexus, ovarian venous plexus, uterine venous plexus, vaginal venous plexus. فيبقى ال venous drainage في بدايته into ovarian and uterine venous plexus اللي بتأدي into ovarian and uterine veins. اللي هي بتبقى في النهايه الاوفريان فين، قلنا بتصب ناحيه اليمين في الاي في سي، ناحيه الشمال في الليفت رينال فين، واليوتراين فين بيصب في الانتير ديفيجن بتاعه الانترنال اليك فين. الفينس درينج يا اولاد، الفاندس والفالوبيان تيوب والاوفريز دايما احفظوا كده بيصبوا في الباراورتيك لينف نودز. الفاندس والفالوبيان تيوب والاوفريز بيصبوا في الباراورتيك لينف نودز. بقى الليمفاتيك درينج انتو باراورتيك لينف نودز. لازم نعرف ان المين فانكشن بتاع الفالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب هي الترانسفير والترانسبورت بتاع الاوفر يا ولاد. يبقى هنا الترانسفير والترانسبورت بتاعت الاوفر. ولو حصل فيها يحصل فيرتلايزيشن، وقلنا الفيرتلايزيشن بتحصل في اللي هي الامبولا بتاعت الفالوبيان تيوب. ولو حصل فيرتلايزيشن يبقى الفانكشن الثالث ان الجنين بتاعي الامبريو بتاعي الفيرتلايز اوفم بيتحرك توارس اليوترس. يبقى ده الفانكشن بتاعتها. وعلشان كده الترا ستراكشرلي يعني من ناحيه الاستراتيجيكال بوينت فيو ربنا خلق الفالوبيان تيوب علشان هذه الوظيفه. الاقي الميوكس ممبرين بتاعها هي عباره عن كولامنر سيليتد ابسيليم يا ولاد. شايفينها؟ اي الخلايا اي بتلاقي ادي كولامنر طويله تلاقي فيه سيليا موجوده، السيليا علشان الموفمنتس. وربنا يخلق لي خلايا موجوده اسمها بيج سيلز اللي هي دي، ودي سكريتوري سيلز يا اولاد. البيج سيلز دي سكريتوري سيلز علشان النارشمنت بتاعت اللي هو الاوفر. يبقى انا انر ميوكوزا بتاعتي ربنا خلقها كولامنر سيليتد عشان الموفمنت وبيكسلز عشان النارشمنت. مش كده وبس، ده الماسكولوزا الماسلز بتاعتي بتساعد على الموفمنت بالبريستالسيز بتاعتها. يبقى الفانكشن بتاعها فربنا عمل لها ادابتيشن للالتر ستراكشر علشان الفانكشن بتاعها. قال ما من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل بيهدي كل حاجه للوظيفه بتاعتها. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كلينيكال امبورتنت بوينتس اللي موجوده عندنا يا اولاد، ثلاث حاجات بنعرفها. نمره واحد، لو حصل بريجننسي اوتسايد
اليوتراين كافيتي بطلق عليك الاكتوبك بريجنسي. ممكن الاكتوبك بريجنسي يحصل في الحته بتاعت الانتراميورال بارت يسموها انترستيشال بريجنسي، او ممكن يحصل في الازماس يبقى ازمت بريجنسي، او الامبولا ودي الكومنست يبقى امبولاري بريجنسي، او ممكن يحصل في الفيمبريا، او ممكن يحصل في الاوفري، او ممكن في السيرفكس، او حتى ايفن في الابدومينال كافيتي. لكن الكومنست تايب اوف اكتوبيك بريجنسي في الامبولا بتاعه الفالوبيان تيوب ده الكومنست تايب. من الحاجات اللي هي الكومن اللي احنا عايزين نعرفها، لو واحده وده مش موجود عندنا في المجتمعات بتاعتنا، موجوده في المجتمعات الغربيه، واحده مش عايزه تبقى بريجننت، فممكن ما تبقاش بريجننت انها تعمل ليجيشن اوف يوتراين تيوب. الليجيشن بتاعت اليوتراين تيوب يا اولاد بياخدوا هنا ليجيشن وهنا ليجيشن وبيعملوا ديفيجن ان بتوين، ممكن يعملوه ابدومينال وممكن عن طريق اللابروسكوبي. اللابروسكوبي يعني عن طريق اللي هي المنظار زي ما شايفين اهو، ده يسموها لابروسكوبيك ليجيشن اوف يوتراين تيوب. حاجات الكومنست بردك، المشاكل الكومنست انفلاميشن اوف فالوبيان تيوب اسمها سالبنجايتس. كلمه سالبنكس يعني فالوب يعني تيوب، يبقى سالبنجايتس انفلاميشن اوف فالوبيان تيوب، ودي ممكن تؤدي لناروينج اوف فالوبيان تيوب او كومبليت كلوزنج اوف فالوبيان تيوب، ممكن تاثر على الانفيرتيلتي او تعمل حتى اكتوبيك بريجنسي اسمها سالبنجايتس. عندنا بعد كده التوبيك الثالث اللي بنتكلم عليه موضوع اللي هي الفاجينا، يسموها بالعربي المهبل. الفاجينا extending upward and backward من اول الفيستيبيول اوف فاجينا، كلمه فيستيبيول يعني المدخل بتاع الفاجينا، هنشرحه بالتفصيل كمان شويه، لغايه ما بوصل لغايه السيرفكس اللي بيسموها فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس، يبقى دي بسميها الفاجينا. السيرفكس جزئين زي ما خدنا المره اللي فاتت، في فاجينال وسوبرا فاجينال. يبقى من اول الفيستيبيول اوف فاجينا لغايه الفاجينال بارت اوف ذا سيرفكس، يبقى ده الامتداد بتاعتها، بتبقى upward backward. ليه anterior wall و posterior wall؟ ودايما المعلومه المهمه اللي انت لازم تعرفوها ان ال anterior wall is shorter than ال posterior wall. ال anterior wall its length is about 7.5 سنتيمتر، وال posterior wall is about 9 سنتيمتر. ليه ال anterior wall بيبقى shorter؟ لان السيرفكس بيفتح في ال anterior wall بتاعت الفاجينا. يبقى عندنا هنا يبقى دي الفاجينا. ايه الريليشنز بتاعت الفاجينا؟ ادي الفاجينا يا اولاد اهي. Anterior relations نمره واحد، بلاقي عندي السيرفكس زي ما اتفقنا، السيرفكس بيفتح في الابر وان ثيرد، وعشان كده الانتيرير وول بيبقى شورتر ذان البوستيرير وول. الميدل ثيرد بتبقى ريليتد للبيز اوف يورينري بلادر، واللور ثيرد بتبقى دايركت ريليتد لليوريثرا. ساعات بيبقى فيه مشاكل ان بيبقى فيه فيستيولا موجوده بين اليوريثرا والفاجينا. يبقى عندنا هنا يبقى الريليشنز بتاعت الابر ثيرد سيرفكس، ميدل ثيرد بلادر، لور ثيرد يوريثرا، دي اسمها anterior relation. طب البوستيريور ريليشن يا ولاد، الابر كورتر بتبقى ريليتد للباوتش ده اللي اسمه ريكتو يوتراين باوتش او ريكتو فاجينال باوتش او دوكلاس باوتش، وده بتبقى مليان بالكويلز بتاع الانتستين والسيجمويد كول. الميدل هاف بتاعها بتبقى دايركت ريتل دايركتر. اللور بارت بتاعها يا ولاد بقى بتدخل في البيرينيوم، بتبقى ريليتد لبادي اسمه بيرينيال بادي. الاقي هنا الليفل اللي انا بشاور عليه الليفل بتاع البلفك دايفرام، فهي ليها كورس موجود في البيرينيوم، هشرحه بسرعه مع اللاتر ريليشن عشان تفهموه. لكن يبقى البوستيرير ريليشن بتاعتي اللور كورتر بتبقى ريليتد للبيرينيال بادي. انسايد ريليشن، الابر بارت بتاعتي اللي بيسموها الفورنيسز بتاعت الفاجينا بتبقى ريليتد ليو يو يوريتار يوتراين ارتري، وهي نفس الريليشن بتاع السوبرا فاجينال بارت بتاع السيرفس، دي بيسموها اللاترال فورنيسز اوف فاجينا، تبقى ريليتد ليو يو يوريتار يوتراين ارتري.
الميدل بارت بتعدي عن طريق الليفيتور ايناي اللي هو البلفيك دافرام. يبقى الميدل بارت بتعدي عن طريق البلفيك دافرام. اللور بارت يا اولاد بتبقى ريليتد لتو باوتشز موجودين عندنا. الباوتش الاولاني اسمه ديب برينيال باوتش، والباوتش اللي موجود تحت اسمه سوبر فيش برينيال باوتش. الديب برينيال باوتش ملي ماسل، فعشان كده الديب برينيال باوتش الماسلز بتاعته يسموها يوروجينتال ديافرام. يوروجينتال ديافرام بقى عندي تو ديافرام، الاولاني يا اولاد اسمه بلفيك ديافرام، الثاني اسمه يوروجينتال ديافرام، فعلى الجانبيه يوروجينتال ديافرام. ايه اليوروجينتال ديافرام دي؟ الماسلز اوف ديب برينيال باوتش. في السوبرفيشال برينيال باوتش بتبقى ريليتد للاستراكشر الموجوده في السوبرفيشال برينيال باوتش، دي هنقولها دلوقتي، لكن باختصار لغايه ما نقولها البلب بتاع الفيستيبيول وعليها ماسل اسمها بلب سبونجوزس وجلاند بيطلقوا عليها كلمه جريتر فيستيبيولار جلاند، هنتكلم عليها. لكن باختصار اللي يهمني مؤقتا لغايه ما نتكلم على الكلام ده ان بتبقى ريليتد للديب برينيال باوتش وبعدين السوبرفيشال برينيال باوتش لانها هتفتح في النهايه بره. وعندنا محاضرات تفصيليه في البرينيوم اللي عايز يفهمها بالتفصيل. ايه البلاد سبلاي؟ الفاجين اللي بتاخد البلاد سبلاي بتاعها من حاجتين. الحاجه الاولانيه ارتري اسمه فاجينال ارتري، والحاجه الثانيه ارتري اسمه يوتراين ارتري. مور اور ليس بيبقى فيه اديشنال بلاد سبلاي من الميد ريكتال، ودي حاجه مش مهمه قوي. يبقى انا عندي مينلي من اليوتراين ارتري ومن الفاجينال ارتري. اليوتراين والفاجينال ارتريز بيعملوا انستموزس مع بعضهم، بيعملوا سنجل ارتري موجود انتيرير وسنجل ارتري موجود بوستيرير. كلمه سنجل يعني ازايجس، ا يعني نو، زايجوت يعني توام، يبقى ده ملوش توام ملوش مثيل، يبقى عندي انتيرير وبوستيرير ازايجس ارتريز. يبقى الانستموزس المختلفه دي بتكون في النهايه ارتري، سنجل ارتري ان ذا ميد لاين انتيرير اند بوستيرير، اسمه انتيرير اند بوستيرير ازايجس ارتري. الفينس درينج بيبقى عندي بلكسس اسمها فاجينال فينس بلكسس. قلت لكم دي كاركترستيك في البلفس عموما. اوفري بيبتدي في سوبر بلكسس اسمها اوفريان ابامبينيفورم بلكسس. اليوترس بتلاقي فيه بلكسس اسمها يوتراين فينس بلكسس. الفاجينال بس فيه بلكسس اسمها فاجينال فينس بلكسس. والفاجينال فينس بلكسس دي يا اولاد بتبقى عامله كوميونيكيشن مع اليوتراين فينس بلكسس والفازيكال فينس بلكسس اند سو اون. والفاجينال فينس بلكسس بتتجمع في سور الفين اسمه فاجينال فين، يصب في الانتيريور ديفيجن اوف انترنال الياك فين. الليمفاتيك درينج ده كوكتيل كالمعتاد، لكن يا اولاد علشان ما نقعدش نسرح كتير، الاوفري والفالوبيان تيوب والفندس في الباراوتيك ليمف نود. بقيه البادي بتاع اليوترس الكورنيو بتروح تصب في السوبرفيشال انفايت ليمف نود، ماشيه مع الراوند ليجمنت اوف اليوترس. بقيه البادي بتاع اليوترس بيمشي مع البرود ليجمنت فبيصب في الاكسترنال اليك. يبقى اليوترس نفسه ثلاث حاجات، الفندس باراورتك، الكورنيو تمشي مع الراوند ليجمنت في اليوترس يبقى سوبرفيشال انفاينال ليمف نود. بقيه اليوترس يمشي مع البرود ليجمنت يصب في الاكسترنال اليك ليمف نود. السيرفكس قدام ورا، قدام اوبتيوريتور ورا ساكرال، يمشي مع الفيسلز او يمشي مع البرود ليجمنت يبقى اكسترنال اليك والانترنال اليك. يبقى باختصار اوبتيوريتور قدام ساكرال ورا، يمشي مع الفيسل يبقى انترنال ليمف نودز، يمشي مع البرود ليجمنت يبقى اكسترنال اليك ليمف نودز. يبقى بيصب في اربع حاجات. الفاجينا، الفاجينا يا اما تصب في الاكسترنال اليك ليمف نودز ادي واحد، او في الانترنال اليك ليمف نودز ادي اثنين، او سوبرفيشال انجوينا. الجزء التحتاني تبع البرينيوم، اي حته تبع البرينيوم سوبرفيشال انجوينا ليمف نودز. الجزء الوسطاني يمشي مع الفيسل انترنال اليك بس يبقى انترنال اليك ليمف نودز. الجزء الفوقاني هيمشي مع البرود ليجمنت يبقى صوره في الاكسترنال اليك ليمف نود، يبقى اكسترنال اليك ليمف نود انترنال اليك ليمف نود سوبرفيشال انجوينا ليمف نود. مش هبهزر، اللي يمشي مع البرود ليجمنت اكسترنال اليك، اللي يمشي مع الفيسل انترنال اليك، اللي هيبقى في موجود في البرينيوم يصب في السوبرفيشال انجوينا ليمف نود. اخر جزء موجود عندي الفالفا او الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل. يبقى الجزء اللي هوريه لكم ده يا اولاد اللي هي الفالفا او الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل. الفالفا فور سمبلستي ممكن نقسمها لست اجزاء.
الجزء الاولاني اسمه مونز بيوبس. مونز يعني ماونتين، عامل زي الجبل، يبقى ماونتن اوفر بول اسمه مونز بيوبس. الجزء الثاني بطلع عليه كلمه كليتوريس، بيسموه بالعربي البظر. كليتوريس organ of orgasm بتاع satisfaction بتاع sexuality. التو سكين فولتس دول موديفايد سكين فولتس اسمهم ليبيا ماجورا. عندي تو ميوكوزال فولتس اسمهم ليبيا ماينورا. الفراغ اللي موجود بين ليبيا ماينورا بطلق عليه كلمه فيستيبيول. وفي حته مهمه اسمها بالب اوف فيستيبيول. يبقى ست حاجات موجوده عندي بتمثل الفالفا. تعالوا نشرحهم واحده واحده كده. اول حاجه اسمها مونز بيوبس. ايه المونز بيوبس دي؟ هي باختصار يا اولاد هو عباره عن سبكوتينيوس فات، يعني سوبرفيشال فاشيا، موجوده اوفر البيوبك بون، اوفر السيمفيسيس بيوبس، وكونتين هيرز. يبقى عندها اسمها مونز بيوبس. الحته اللي بيبقى فيها شعر موجوده في الحته دي في الفيميل اسمها مونز بيوبس. مونز يعني معناها ماونتن، يعني عامله زي الجبل. elevated area over symphysis pubis contain large amount of subcutaneous fat، يعني superficial fascia، وبيبقى فيها عندي هير، والهير ده بيبقى ليه special distribution كده. يبقى بطلع عليك دي مونز بيوبس. يبقى اول حته موجوده اسمها يا اولاد مونز بيوبس، ادي واحد. تاني حته موجوده عندي، شوف اللي انا بشاور عليها دي، شايفينها دي يا اولاد، دي اهي الحته دي اسمه كليتوريس. بس هو الكليتوريس صراحة مش باين كله، مش باين غير حته منه، علشان كده هنعمل له رسمه لوحديه. ده اللي انا بشاور عليه ده جزء من الكليتوريس اسمه جلانز كليتوريس. تعالوا نشوف ايه هو الكليتوريس ده. الكليتوريس ده يا اولاد اللي هو ده مكون من تو كرورا، اسمه ايه؟ تو كرورا. والتو كرورا دول كراس يعني رجل، بيعملوا مع بعضهم بادي. يبقى البادي، البادي ده اللي بشاور عليه، كل كراس بيعمل حاجه كورباس كافرنوزس. يبقى عندي تو كوربورا كافرنوزس، يبقى ده اسمه البادي. البادي مكون من تو كوربورا كافرنوزس. والحته دي اللي عامله زي ما تكون جلانز، اللي هو كلمه جلانز اللي هو الكاب يعني، اسمه جلانز كليتوريس. او جلانز كليتوريس هو اللي كان باين في الصوره اللي قبل كده يا اولاد. يعني الحته بتاعت اللي انا بشاور عليه دي هي الجلانز كليتوريس اللي باين. بقيه الحاجات مش باينه عندي. يبقى عندنا هنا يبقى ما هو الكليتوريس. يبقى عندي تو كرورا. تو كرورا دول يمثلوا ايه؟ الروت. تاني حاجه عندي بادي. البادي ده ايه؟ كوربورا كافرنوزس. بعدين عندي جلانز اللي هو الموست سنسيتيف بارت اوف ذا كليتوريس والموست فاسكولار بارت. ده اللي هو بيبقى موجود. يبقى عندي تو كرورا يمثلوا اللي هو الروت، بادي اللي هو تو كوربورا كافرنوزس، وبعدين جلانز كليتوريس. هو دايما يقول عليه اللي هو منيتشر اوف بينس. هو منيتشر اوف يعني تصغير البينس. البينس مكون من الروت بردك وبادي جلانز، مع اختلاف ان الروت بيبقى في عندي هنا هناك بالب موجود هناك، هنا بيبقى سيبرت. البالب بتاع الفيستيبيول زي ما هنشوفه دلوقتي غير اللي هو البالب بتاع البينس. هو ده بس الاختلاف. الروت فيه اختلاف يا اولاد، في موديفيكيشن شويه. يبقى تاني جزء موجود عندنا بطلق عليه كلمه ايه؟ اسمه كليتوريس. تالت جزء موجود عندي اللي هو تو سكين فولتس موجودين، بيحتوي على لوس كوركتيف تيشو اسمهم ليبيا ماجورا. اسمهم يا اولاد ليبيا ماجورا. الفراغ اللي موجود بين الليبيا ماجورا اسمه بيودندال كليفت. خدوا بالكم بين التو ليبيا ماجورا اسمهم ايه؟ بيودندال كليفت. الليبيا ماجورا مع بعضهم من قدام بيعملوا كوميشر، ومن ورا بيعملوا كوميشر. كلمه كوميشر يعني حاجه كويس، فايبر كروسنج الميد لاين. يعني الكوميشر من قدام اسمها انتير كوميشر، والكوميشر اللي من ورا اسمها بوستير كوميشر. بوستير كوميشر غالبا is going to disappear after delivery. After the first pregnancy and first delivery is going to disappear. يبقى عندي تو ليبيا ماجورا. دي ليبيا ماجورا سكين فولد. السكين فولد دي بيبقى ايه؟ كويس، بتبقى موديفايد سكين فولد شويه. طب السكين فولد دي بتحتوي على لوس كونكتيف تيشو. من قدام بيبقى كونكتد
بانتير كوميشر، من ورا كونكتد بالبوستير كوميشر. الفراغ اللي موجود بينهم اسمه ايه؟ اسمه بيودندال كلاف. يبقى دي اسمها ليبيا ماجورا. عندي بعد كده في ليبيا ماينورا. بصوا يا اولاد دي ليبيا ماجورا اهي، ليبيا ماجورا سكين فولد. الليبيا ماينورا مش سكين فولد يا اولاد، دي ميوزال فولد. والفراغ اللي موجود ما بينهم اسمه فيستيبيول، مدخل فيستيبيول فاجينا. يبقى الفراغ اللي موجود بين الليبيا ماجورا اسمه بيودندال كليفت. اما الفراغ اللي موجود بين التو ليبيا ماينورا اسمه فيستيبيول. الليبيا ماينورا من قدام يا اولاد تروح عامله فرانيولم، ومن ورا عامله فرانيولم. ركزوا بقى، من قدام عملت لي فرانيولم، ده بتاع الكليتورس، او الكليتورس اللي هي الحته المدوره دي يا اولاد. فالفرانيولم ده عامل فرانيولم يعني قيد او وتد، يعني اسمه فرانيولم اوف كليتورس. طب واللي من ورا ده فرانيولم قيد او وتد لمين؟ الكليتورس نفسه. فرانيولم اللي هو لليبيا ماينورا. يبقى اللي قدام ده كان فرانيولم للكليتورس، واللي من ورا فرانيوم لليبيا ماينورا. نحفظ بقى شويه كده عشان المصطلحات ما تدخلش مع بعضيها. دول اسمهم ايه يا اولاد؟ ليبيا ماينورا. الفراغ اللي موجود ما بينهم اسمه ايه؟ اسمه فيستيبيول فيستيبيول فاجاين. الليبيا ماينورا من قدام عملت لي فرانيولم، ومن ورا عملت لي فرانيولم. طب اللي من قدام الفرانيولم ده اسمه ايه؟ اسمه فرانيولم اوف كليتوريس. طب من ورا الفرانيولم بتاعها اسمه فرانيولم اوف ليبيا ماينورا. بس هي من قدام هي عملت فعلا كده، بس الميجر بارت بتاعها ما عملش كده يا اولاد. الميجر بارت ده عمل لي زي ما يكون هود لايك، عمل لي زي ما يكون كاب هود للكليتوريس. اطلق عليه كلمه بريبيوس اوف كليتوريس. يبقى بقى عندي حاجه اسمها فرانيولم اوف كليتوريس وبريبيوس اوف كليتوريس. بريبيوس يعني معناها بالعربي اسمها حشفه يعني، كويس. بريبيوس معناها هود لايك يعني كاب يعني باختصار. هو ساعات بيسموها كويس بيسموها كاب اوف كليتوريس. طب بصوا كده بقى علشان من الدنيا ما تتلخبطش بالنسبه لنا، عايزين نحفظ الكلام ده. الليبيا ماجورا الفتحه اللي ما بينهم اسمها بيودندال كليفت. الليبيا ماينورا الفتحه اللي موجوده ما بينهم اسمها فيستيبيول اوف فاجينا. يعني الاهم طبعا الفيستيبيول اوف فاجينا طبعا. الليبيا ماجورا كونكتد من قدام ومن ورا بكوميشر اسمه انتيرير كوميشر وبوستيرير كوميشر. الليبيا ماينورا كونكتد من قدام حاجات تبع الكليتوريس، يا اما بريبيوس ده الاساس او فرانيولم، الاثنين تبع الكليتوريس يا اولاد. اما من ورا الليبيا ماينورا كونكتد بفرانيولم اوف ليبيا ماينورا. اخر معلومه بقولها، الفرانيولم اوف ليبيا ماينورا له اسم اسمها فورشيت او فورشيت. فورشيت دي كلمه فرنساوي معناها ايه؟ معناها الشوكه يا اولاد، اللي هي الحاجات اللي هي عامله زي الشوكه دي. فورشيت او فورشيت. يبقى الحته دي انا عارف انها حته صعبه ودايما الناس بيتلخبطوا فيها. الليبيا ماجورا بينهم بيودندال كليفت. كونكتد الليبيا ماجورا من قدام انتيرير كوميشر، من ورا بالبوستيرير كوميشر. الليبيا ماينورا ما بينهم فيستيبيول اوف فاجينا. من قدام بلاقي في عندي بريبيوس اوف كليتوريس، فرانيولم اوف كليتوريس. من ورا فرانيولم اوف ليبيا ماينورا. الفرانيولم اوف ليبيا ماينورا ليه اسم تاني يا اولاد اسمه فورشيت بالانجليزي او بالفرنساوي فورشيت. يعني ايه فورشيت؟ يعني عامله زي الشوكه بتاعه الاكل. يبقى احنا خدنا المونز بيوبس وخدنا الكليتوريس، خدنا ليبيا ماينورا، خدنا الليبيا ماجورا. بعد كده عندي بالب اوف فيستيبيول. ايه البالب اوف فيستيبيول يا اولاد ده؟ البالب اوف ذا فيستيبيول ده بيبقى عندي تو اريكتايل تيشوز موجودين. عندي بيرز اوف اريكتايل تيشوز موجوده اراوند الاوبننج بتاعت الفاجينا اسمه بالب اوف فيستيبيول. اثنين موجودين يا اولاد. في الميل كان عندي بالب اوف بينس واحد بس، في الفيميل عندي تو بالب اوف فيستيبيول. في الميل البالب بتاع البينس كان تبع الروت، لكن هنا في الفيميل البالب ده سيبرت استراكشر. الكليتورس بتاعي كان تو كرورا ده روت، تو كوربورا كافيرنوزس اللي هو البادي وجلانس، لكن البالب اوف فيستيبيول ده سيبرت استراكشر. بيدي للفيميل ساتسفاكشن في السكشوال انتركورس ان البينس داخل يا اولاد.
عندي بعد كده اخر حاجه الاوبننج اللي موجوده بين الليبيا ماينورا اسمها فيستيبيول. واحد يقول لي ما انت قلتها يا دكتور خلاص، بس ايه اللي موجود عندنا في الاوبننج يا اولاد؟ بتفتح عندي اليوريثرا والفاجينا، يوريثرا والفاجينا، والفاجينا بتبقى partially protected by hymen اللي بيسموه غشاء البكارة اللي موجود عندي. وبلاقي في عندي جلانس اسمها greater vestibular gland، بتوع الناس هيعرفوه بالاسم ده والاسم ده هتعرفوه كتير، اسمها بارثولين جلانس. اسمها ايه؟ بارثولين جلانس. البارثولين جلاند دي يا اولاد مهمتها انها تفتح في الفيستيبيول علشان تسهل الانترنس اوف بينس في السكشوال انتركورس. يبقى اسمها جريتر فيستيبيولار جلاند او بارثولين جلاند. يبقى انا عندي هنا ثلاث حاجات موجوده عندي في الفيستيبيول في الفتحه دي. ايه الفيستيبيول؟ الفتحه اللي موجوده بتون ليبيا ماينورا، في فتحه اليوريثرا وفتحه الفاجينا، والجريتر فيستيبيولار جلاند اسمها الثانيه بارثولين جلاند. البارثولين جلاند دي دايما السؤال اللي يجي فيها في اسئله اللي هو المعادلات وحاجات زي كده، موجوده فين؟ في السوبرفيشال برينيال باوت. الهومولوجاس بتاعتها في الميل اسمها كوبرز جلاند او بالبي يوريثرا جلاند، موجوده في الديب برينيال باوت. طيب كلمه جريتر فيستيبيولار جلاند، هو في اصلا ماينور فيستيبيولار جلاند؟ خدوا بالكم يا اولاد، ادي الجريتر فيستيبيولار جلاند اهي اسمها بارثولين جلاند، ودي زي ما انتم شايفين فتحه في الفيستيبيول عشان تسهل الانترنس بتاعت البينس في السكشوال انتركورد. بس غير ان انا عندي فاجينا في عندي يوريثرا يا اولاد، وجنب اليوريثرا بلاقي في عندي جلانس اسمها بارا يوريثرا جلاند، او اسمها سكينز جلاند، او اسمها ماينور فيستيبيولار جلاند. يبقى انا عندي في جلاند اسمها جريتر فيستيبيولار جلاند او بارثولين جلاند، وفي عندي جلاند ثانيه جنب اليوريثرا. الجلاند دي بتعمل ليبريكيشن للمنطقه اللي موجوده هنا بقى، مالهاش دعوه بالسكشن انتركورس، ليبريكيشن للمنطقه اللي موجوده هنا دي اسمها بارا يوريثرا جلاند او سكينز جلاند، سكينز جلاند او اسمها الماينور فيستيبيولار جلاند. يبقى انا عندي في النهايه يا اولاد في تو تايبس اوف جلاند. الجلاند الاولانيه اسمها جريتر فيستيبيولار جلاند او بارثولين جلاند. الجريتر فيستيبيولار جلاند او بارثولين جلاند دي ممكن يحصل اوكلوجيا لاكس بتاعتها وتعمل لي سيست اسمها بارثولين سيست، وممكن تحصل لها انفلاميشن، وممكن تعمل ابسس بيسموها بارثولين ابسس، او ممكن انفلاميشن بارثولونايتس. لا يعني ليها قصه البارثولين جلاند مع دكاتره النساء. لكن في عندي جلاندز ثانيه يا اولاد موجوده قدام، بطلق عليه كلمه بارا يوريثرا جلاند او اسمها سكين جلاند او ليسر فيستيبيولار جلاند. هادي يا اولاد جنب اليوريثرا تلاقي الجلاندز اسمها بارا يوريثرا جلاند، بتطلع ميوكس سكريشن عشان تعمل ليبريكيشن للحته بتاعت الليبيا والفيستيبيول. لكن اللي ليه علاقه بالسكشوال انتركورس عشان تسهل الانترنس بين في السكشوال انتركورس هي الجريتر فيستيبيولار جلاند او البارثولين جلاند. المعلومه الاخيره، في اشكال مختلفه للهايمن، ده بيسموه امبرفوريتد هايمن وده بيسبب مشكله. ده انيولار هايمن عامل زي الخاتم، سبتيت هايمن يعني سبتيتد موجود في الوسط، ده كريبري فورم هايمن يبقى مخرم عامل زي المنخل، ودي بار انترايتس هايمن ده بعد ما بيحصل الفيرست سكشوال انتركورس في الفيميل الهايمن بيبقى عامل زي ما يكون كويس، ابتدى بقى يبقى ليه بقايا ريمنان، ده البارس انترايتس هايمن. اي هوب ان احنا نكون فهمنا الدرس بتاعنا. الى اللقاء في درس اخر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.